بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معكم الدرس الثاني من دروس دورة فيدرا. اليوم راح أتكلم عن إدارة البرامج فيدرا، تحديث، تركيب، ترقية، حذف، وأكثر من طريقة لإدارة البرامج. قلت لكم راح أتكلم عن التعريف بالفيديو هذا، لكن حصلت نفسي ما راح أتكلم عن شيء إلا انفيديا، اللي هو كرت الشاشة. وكرت الشاشة انفيديا حقيقة ما عندي كرت انفيديا علشان اجرب عليه، لذلك لو احد منكم واجه مشكلة بالانفيديا يجرب الرابط اللي حطيته تحت في بعض المعلومات اللي تخليك تثبت تعريف انفيديا حقيقي وحل مشاكل انفيديا. عشان كذا ما بيدخل بالفيديو هذا وتوهكم، اليوم بتكلمكم عن البرامج فقط. ندخل باول طريقة لتثبيت البرامج، اللي هي تثبيت عن طريق الطرفية. في عندك اللي هي طبعا الطريقة المفضلة للجميع ولا بكلام، اللي هي الطرفية. اي اعتقد ان الخط واضح كبير. في طريقتين، الاولى اما انك تستخدم سودو قبل انك تسوي شيء، او انك تستخدم اس يو. طبعا هذا اللي بستخدمه اللي اس يو، ليش؟ علشان ما بيقعد كل شوي اكتب سودو، لذلك لما تستخدم الاس يو تدخل الرقم السري حق الروت مو بحقك. بعد ما انك تكتب الاس يو راح يفتح لك اللي هو الروت. الان راح نبدا نستخدم البرامج. خلنا نجرب اول شيء اللي هو البحث عن برنامج معين. تكتب YUM search، بالطريقة هذه راح تبحث عن حزمة معين، لذلك خلنا نبحث عن بيجن اللي هو برنامج ماسنجر. اوكي زي ما شايفت جاب لك كل الحزم المتعلقة ببيجن، فهو جاب لك اللي هو البيجن نفسه، جنوم دو، حط لك اضافة البرنامج جنوم دو، حط لك الجنوم شيل اكستنشن، اي شيء له علاقة ببيجن جابه لك. لكن برنامج بيجن نفسه وينه؟ هذا هو. لذلك اذا انت بتحمل بيجن راح تحمله بالشكل هذا، YUM install بيجن. اوكي راح يقول لك انه راح يحمل 7 ميجا من الانترنت، يس او نو. حط واي اذا كنت بتحمل، وحط نو اذا ما تبي تحمل. وقبل هذا في عندك الباكج راح يتكلم لك عن اشياء راح يحمله. راح يحمل بيجن الاركتكتشر حقه، اللي مو بارتش طبعا، توزيعه، الاركتكتشر اللي هو نوع المعالج اللي هو هلو 86 او 64. من هنا الفيرجن للبرنامج طبعا راح يقول لك بالنهايه اف سي 17 اللي فيدرا كور 17 اعتقد انه فيدرا كور. ريبوزيتوري اللي هو المخزن، من اين راح اجيب مستخدم او من اي مخزن راح اجيب. راح اجيب لك مخزن الابديت 1 ميجا، هذا بالنسبه للبيجن. راح اجيب لك اللي هو جي تي كي سبيل اللي هو الخاص بال اللي هو التحقق من الكتابه، ونفس الكلام الاكسكتر لاخره، المخزن اللي هو الفيدرا والحجم اللي هو 39 بايت. بالنسبه للليب بيربل بيربل صح، اللي هي حقه اللي هي متعلقه بالبيجن، ما ادري ايش بيجن معلقين بموضوع البيربل، الله اعلم. تمام. بالنهايه راح اجيب لك ايضا من مخزن الابديت 5 ميجا. تبي تحمل ولا ما تبي تحمل؟ اضغط انتر للتحميل. اوكي بهالطريقه انتهى التثبيت. زي ما انتم شايفين تم تثبيت بيجن جيت كيس بيل والليب بيربل. طريقه الحذف بسيطه، نفس الطريقه بس تكتب ريموف يم ريموف بيجن، وبالطريقه راح احذف البيجن. اوكي زي ما انت شايف راح يحذف لك البيجن وحده. اذا حاب انك تحذف البيجن وكل متعلقات بالبيجن، كل اللي عليك تسويه انك تكتب بيجن ولا الحزم الثاني اللي تبي تحذفه، اللي هي مثلا ريموف بيجن وبعدين جي تي كي سبيل مثلا سبيل وليب بيربل بالشكل هذا. الان راح نتكلم عن الابديت. لو حاب انك تحدث شيء معين، لنفترض برضو بيجن، تكتب YUM ابديت بيجن. طبعا هذه الطريقه لتحديث برنامج واحد. اوكي زي ما شايف يقول لك انه ما في اي حزم مطلوب انك تسوي له تحديث. الحين راح اتكلم لكم عن ليست، خلونا نتفرج عليه. YUM ليست، اذا كتبت ليست بس راح اعرض لك كل البرامج اللي موجوده بالمخازن وكل البرامج اللي انت مثبته، اللي الحزم اللي انت مثبته. طبعا الموضوع كبير جدا راح يطول معي لاني على الفيرتشوال بوكس خصوصا راح يتاخر. في عندك هذا الليست العادي، في عندك YUM ليست مثلا ابديتس. بالشكل هذا راح يسوي ليست للابديت اللي عندك او البرامج اللي تحتاج انك تحدثه. طبعا جميل انه طلع الخطا هذا علشان نقدر نديره، اللي هو احيانا يطلع عندك الخطا هذا اللي هو اللي عندك القفل هذا ثبت او مستخدم حاليا بسبب اني الغيت العمليه قبل شوي. لذلك طريقته بسيطه، اللي عليك تسويه تحذفه. عفوا ار ام بس. اوكي بالطريقه هذه احنا حذفناه وراح نقدر ان نكمل خطواتنا بها. بالشكل هذا احنا راح نجيب الابديتس الحين.
لو كان في ابديت، لكن اعتقد انه في ابديت كثير لاني بس ركبت التوزيعه وما ثبت اي تحديثات. كل اللي سويته اني حددت الكيرنل علشان الفيرتشوال بوكس وبعض الحاجات الخاصه بالكيرنل. زي ما انت شايف الحين سوى لك اللي هي لسته بالاشياء اللي تحتاج الى تحديث، تمام. في عندنا ايضا ممكن تسوي YUM list installed. بالشكل هذا راح يجيب لك البرامج اللي مثبته. مثل ما شايف عرضنا الحين كل البرامج المثبته عندنا. طبعا حطيت لكم تحت انا الرابط. ما طبعا ما ابدعته من عندي، مجرد اني جبته من الويكي حقهم، استخدمت افضل او اكثر استخدام للحزام. طبعا وريت شلون استخدم الواي يو ام، الحين عليك تطبق. بس في تحت رابط فيه لسته كثيره من الاوامر الخاصه بالواي يو ام. الان راح ادخل لكم بالطريقه الثانيه لتثبيت البرامج، اللي هي عن طريق اللي هو برنامج اللي اد ريموف باكجز، عن طريق اللي هي ابلكيشنز. من هنا راح تحصلون مع اللي هي سيستم تولز. سيستم تولز راح احصل اللي هو اد ريموف سوفت وير. اوكي هنا راح نبحث عن البرامج، راح نثبتهن. بجين مثلا فايند، لما تكتب شيء تطلع فايند. الحين جالس يبحثه زي ما انت شايف تحت كويرينج اللي هي استعلام، تنتظر لحد ما يخلص. اوكي مثل ما انت شايف طلع عندك الجماعة كلهم. طبعا في المشكلة هنا اللي ما عجبتها انه فوق الوصف وتحت اسم الحزمة، لو كان العكس ما ادري يمكن الاختصاص تقدر تسويها. عموما هذا مجرد وصف، تمام. اسم الحزمة موجود تحت شوف بجن. اوكي طيب هذا بالنسبة للتثبيت، لكن برنامج بجن مثبت، حاب احذفه بس اشيل عنه علامة الصح هذه. بالشكل هذا انا راح يحذفه بالمناسبة، وبعد نضغط الابلاي من تحت. ولو حبيت تثبت تحط علامة صح وتضغط ابلاي. الان راح يحذف اللي هو البجن من عند جهازي. اوكي طالب منك رقم السري، دخل رقم السري، تم حذف البرنامج الحين. بالنسبه للبرنامج هذا في حاجه حلوه اللي هي الفلتره هذه اللي على الجهه اليسرى، زي ما تشوف في ادمن تولز اللي هي ادوات اداريه والى اخره، حتى الواجهات نفسها تعطيك. يعني لو ضغطت على مثلا جنوم ديسكتوب راح يظهر لك برامج الخاصه بالجنوم. الحين من هنا اللي هي سوفت وير سورسز، لو دخلنا عليه اللي هي مصادر البرامج، اوكي هنا ممكن لك اللي هو طبعا انا الفدرة تسوي التحديث تلقائي للبرامج وتعلمك انه في تحديثات. من هنا ممكن لك تعدل متى تبيه يبحث، تشيك فور ابديت اللي هو البحث عن تحديثات او التحقق من تحديثات. بالشكل هذا محطوط يوميا، لو حاب انك تحطه كل ساعه كل اسبوع او لا تحدث ابد ما بتحديثات. في عندك اللي هي اوتوماتيكلي انستول اللي هو التحميل التلقائي، فهل تبيه يثبت تلقائيا او لا؟ اذا حطيت اول ابديتس بالشكل هذا راح يثبت تلقائيا بدون ما يسالك. هنا يثبت اللي هي ادوات الحمايه فقط، تحديثات الحمايه، وهذا يعني مستحسن انك تحطه لو كنت سيرفر ناثينج. هذا بالنسبة لي راح اشوف اللي مناسب لي واثبته، لو كنت ما ابيه يثبت. بالنسبة للابجريدز اللي هنا اللي هي الميجر ابجريدز اللي هي التحديثات او الترقيات الكبيرة، فممكن من كل يوم او كل اسبوع او نيفر على راحتك. اوكي هذه ممكن تحط علامة صح. طبعا لو كنت تستخدم اللي هو موبايل برود باند اللي هو اتصال عن طريق الجوال، فليش تحط صح وليش ما تحط صح؟ عشان تكلفة نقل البيانات. السوفت وير ريسورسز زي ما انت شايف من هنا فيه اللي هي مصادر البرامج اللي موجودة حاليا، ممكن انك تفعل او تلغي على راحتك. بالنسبة لهذا الفترة يوتيلز طبعا مضيف انا قبل شوي ذاك افتراضية ما راح تلقاه انت. اوكي خلونا نغلق ونروح نتفرج على حاجة ثانية. طريقة التثبيت الثالثة اللي هي طريقة تحميل الحزبة من الانترنت على الجهاز وبعدين تثبيته. الفائدة من هذا انه في بعض الناس يقول انا ما توفر الانترنت دايم، او اني ابي الحزم كله تصير موجودة عندي على اسطوانة متى ما ثبت الفيدرا على اي جهاز ما قد احمل من النت. طبعا الحركة هذه في ناس كثيرة تابعة، خصوصا اللي عندهم انترنت بطيء او اللي ما توفر الانترنت دايم. لذلك الطريقة سهلة جدا، اللي عليك انك تدخل الموقع الخاص بفيدورا للبحث عن الحزم. طبعا انا حطيت لكم تحت، تمام، الفيدرا باكج داتابيس. اوكي هذا هو راح تلقائيا راح يعطيك هنا الموست بابيولر اللي هي موست ديسكاست اللي هي اكثر مناقشه والاكثر استخداما وتحميل.
طبعا انتم شايفين اشياء كثيره من ضمنها الجيني. طبعا الجيني شيء كبير ما حد راح يستغني عنه اساسا. من هنا وكنت ابحث، خلونا نحمل شغله معينه سريعه. مثلا جيدت، طبعا جيدت موجود، خلونا على الجيني. اوكي، عندك اللي هو الصفحه الخاصه بالجيني، في بعض المعلومات عنه الى اخره. عموما احنا ما يهمنا هذا كله، ابغى تحمل تضغط على هذا انستول ابلكيشن، راح يجيك اللي هي ديفلوبمنت، توزيع ديفلوبمنت او تابع في دولار 13 12 15 الى اخره. انا جربت احمل الجيني عن طريق 17، حصلت ان الرابط الخاص في 86 ما يشتغل، لذلك حملت اللي هي 16 من هنا زي ما انتم شايفين الرابط هذا. تضغط عليه راح يجيك تحميل زي ما شايف، صفحه تحميل عاديه. ممكن انك تحمله على الجهاز او ممكن انك تحط اوبن ويذ، لذلك الاغلبية راح نستخدم اللي هي سيف فايل. بعد حفظ الملف تروح للملف نفسه، بعد الحفظ طبعا راح يكون عندك موجود البرنامج، تضغط عليه بالزر الايمن واختر اوبن ويذ سوفت وير انستول. بالطريقه هذا راح يحضر لك نافذه تضغط على الانستول اللي موجود به، يطلب منك رقمك السري ويحمل لك البرنامج اللي هو برنامج جيني. انا ما سويت الطريقه لان مثبت البرنامج. بالنهايه في شغله حبيت اني اضيفها لكم، طبعا شغله عجازين او شغله ناس ما لها خلق البربسه الكثيره، اللي هي شغله انك تحمل بلاوي ما ادري ايش تصحيح الى اخره. في برنامج اسمه فيد يوتيلز، اللي هو فيدر يوتيلز، اللي هو برنامج قوي قوي جدا الصراحه، فيه اشياء كثيره. اللي عليك تسويه تنسخ وتلصق الامر هذا بالطرفيه فقط، بعد ما انك تخلص راح تحصل الفيد يوتيلز مع البرامج، راح يصير لكم الحين. هذا برنامج اللي هو فيدرا يوتيلز، راح ادخل عليها الحين ونشوف ايش اللي موجود. راح يفتح عن طريق الطرفيه، راح اسالك عن رقمك السري لانه فيه تثبيت وحذف والى اخره، فلازم اطلب منك الرقم السري. اوكي، هذا هو عندك. اول شيء اللي هي essential tweaks and tasks، هذا اول شغله راح ندخل عليها. في هنا بعض التويكات اللي هي يعني حلوه للنظام، خلونا نشوفها. اوكي، يقول لك setup يام تو كيب كاش بالشكل هذا، اذا حطيت علامه صح راح يبدا يام لبرنامج واي يو ام يحفظ الكاش للبرامج. في اشياء كثيره من هنا، من ضمن الاشياء اللي هي انيبل يو اس بي مودمز، ايضا فيه اللي هو ممكن تركب الجافا حق الاوراكل من هنا بس تحط علامه صح، وايضا ممكن تركب الواين بس تحط علامه صح، وابديت سيستم تحط علامه صح وتضغط على سيلكت وراح يبدا يسوي كل الاشياء هذه. انستول اديشنال سوفت وير، اوكي. اذا كنت عندك جهاز اندرويد او انك مطور اندرويد، ممكن تثبت الاندرويد من هنا، ممكن تركب اللي هي السينمن، واجهه سينمن، ممكن تركب جوجل كروم، جوجل ايرث، اوراكل سكايب، تيم فيور. في عندك اللي هي مسك بلاجنز، اللي هي اضافات. اوكي، من هنا ممكن انك تسوي اللي هي باك بلوك اند بلوك ويب سايت، ممكن من هنا تحجب المواقع، ممكن تسوي انك تنظيف للنظام. اي ايضا هذه مجرد مثال، هذه اوبتمايز بوت برضه اللي ما راح يسوي شيء غير انه يحوس بالبوت شوي. ابديت جرب، هذا لو انك حدلت بعض التعديلات على جرب، وبعض الناس او اغلب الناس ما تعدل جرب اصلا. فيكس كومن ايشوز، اللي هي حل المشاكل المشتركه او المعروفه. اوكي، ممكن من هنا انك تحل بعض المشاكل، غالب او اغلب المشاكل هذه انا ما شفتها الى الحين. اوكي، الى هنا وصلنا الى نهايه الفيديو هذا.
احنا بالشكل هذا جهزنا فيدورا للاستخدام الشخصي بحيث انك تقدر تستخدمه استخدام شخصي. بالنسبه للكوديكس كنت اعتقد انها كانت موجوده بالفيدورا يوتيلز، لكن اذا ما حاب تدخل بموضوع الكوديكس حمل برنامج الفي ال سي وراح يشغلك رسومات بالفيديو والى اخره. تعلمنا بالفيديو هذا تحميل البرامج عن طريق الطرفية، عن طريق اللي هو البرنامج الاد سوفت وير اللي هو موجود مع النظام، وطريقه التحكم بالمصادر حقه البرامج، وايضا وشلون ننزل برنامج معين من الانترنت تحفظه بالجهاز وبعدين تثبته لاستخدامه المستقبلي، وفي النهايه اللي هو برنامج فيدرا يوتيلز. جميع الاشياء اللي تكلمت عنها حاطه لكم تحت بروابط. ايضا قبل ما اخلص، اذا عندكم استفسارات ملاحظات اي شيء حطوا تحت. بالنسبه للتعريف زي ما قلت خيب ظنكم به يمكن، لكن لاني ما عندي انفيديا فما اقدر اني اختبر لك تعريف واقول لك انه هذه هي الطريقه الصحيحه، لكن حطيتكم تحت رابط خاص بالاجهزه اللي تستخدم انفيديا، فممكنك تجرب اذا كان انفيديا يشتغل بهالطريقه ولا لا. وخلصت، لايك اذا عجبك الفيديو، اشترك اذا كنت غير مشترك، واذا ما عجبك الفيديو حط دسلايك وقل لي وراه علشان يعني مستقبلا اصحح الاخطاء يعجبكم كلكم. تابعونا على تويتر اذا كنتم تابعون بعض المعلومات عن لينكس والى اخره، مع العلم ان بتويتر مو بتايم اكتب عن لينكس، ممكن اكتب اشياء ما لها علاقه بلينكس. لا تفكرون انه في اشياء لا. مع السلامة.